كيف شفتوا معنا المستفيدين والمستفيدات كتفرجوا في مباراة المنتخب المغربي وكيفاش كيتفاعلوا وتبعوا معهم اصلا في مباريات كاس العالم من الاول حتى الاخير وكانوا كنا فرحانين فاش وصلوا للدور النصف النهائي وكنا فرحانين معاهم وما جابش الله ودابا كنتبعوا معاهم المباراة ديال كاس افريقيا عندهم اهتمامات بزاف في الكره بطبيعه الحال وكيتفرجوا مجموعين وكانوا فرحانين ونتمنى المباراه الجايه تكون بافضل نتيجه وكنتمنى كل توفيق للمنتخب المغربي. المنتخب ديالنا تبارك الله عليه بان منتخب ممتاز وغادي يمشي حتى النهايه ان شاء الله والمقابله ديال اليوم غادي يربحوها ان شاء الله غادي يربحوها عادي يربحوها مادام حنا عندنا منتخب اللي مشى لكاس العالم ودار واحد النتيجه اللي هي بهرت العالم وبهرت المغرب الشعب المغربي وديما مغرب وديما مغرب. فاطمة كتعجبك الكره؟ اها كتعجبني الوداد والمنتخب المغربي كتفرج كنتفرج فيه دائما كنتفرج فيه. كيفاش كتشوفي هذا الماتش ديال اليوم غير يربحوا المغاربه؟ انا بغيتهم يربحوا بجوج يربحوا اليوم يفرحونا تبعينهم حنا دائما متبعينهم والحمد لله. حنا بغينا ان شاء الله المغرب يربح ان شاء الله يا ربي يربح يا ربي جوج 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. الجزائر ديال المغرب كنا كنتوقعوا باش نربحوا هذه المقابله هذه ولكن المقابله كانت شويه صعيبه ما بين الطرفين والنتيجه واحد لواحد. بالنسبه لي حنايا نترجوا المقابله الجايه ان شاء الله باش ندير مقابله نقدروا باش ندوزوا للدور المقبل ان شاء الله. والمقابله كانت حنا كانت مقابله كانت ديالنا في الشوط الاول ولكن العامل يعني طال العامل ديال الحراره تا هو كيلعب واحد الدور. حنا لعبنا في ديك الدقيقه في ديك الثلاثه ديال العشيه الحراره كانت مرتفعه هذا هو العامل اللي جعل المقابله تكون مقابله صعيبه بالنسبه للطرفين ولكن الحمد لله لقيت واحد المرضيه مزيانه بالنسبه لينا حنايا اللي غندوزو للدور المقبل ان شاء الله تكون النتيجه شرف بها الشعب المغربي والجمهور ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنا كنتمناو زعما باش ينجحوا اليوم ساعه ما جابش الله ولكن نتمناو المره الجايه ان شاء الله يربحوا وتحنا نفرحوا كنا المغاربه والله يفرحهم ان شاء الله تحنا نفرحوا معاهم يفرحوا ونفرحوا تحنا معاهم.